معنا الآن على الهاتف الدكتور أسامة أبو زينة، اختصاصي الأمراض الصدرية. تحياتي لك دكتور. تحياتي لك، الله يخليك. الله يحفظكم ويبارك فيكم، يا هلا ومرحبا دكتورنا. طبعا دكتور، كل الشكر والتقدير لحضرتك ولكل الكادر الطبي الذي الآن يقف في الصف الأول في توعية المجتمع ومحاولة تخفيف من حدة الأمراض والتخفيف من حدة القلق الذي يسود كل العالم الآن، فألف تحية لكم دكتور. الله يحييك، شكرا لكم جميعا، يعني واجبنا. الله يبارك فيك دكتورنا. ورد هذا السؤال من السيد أحد السادة المستمعين، يعني ماذا يفعل أولئك الذين يشكون من أمراض الربو؟ نعم، الآن كخط عام المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، هذا يشمل جميع الأمراض. الأمراض المزمنة هو الآن ضمن وزارة الصحة وتعليمات وزارة الصحة التركية يحق لهم أن يأخذوا إذن إداري، إذن بالتركي يسمى بالتركي لفترة، طبعا الآن هي 12 يوما، لكن بعد ذلك يمكن أن تمدد هذه الفترة. لكن على إذا خصصنا هذا الموضوع على رأس هذه الأمراض المزمنة تأتي أمراض القلب أولا. أمراض الرئتين بهذا الشكل، أمراض الرئتين، الحديث عن مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يسمى بالإنجليزية COPD، يختصروا الأتراك باسم كواح. مرض الانسداد الرئوي المزمن هو من الأمراض الرئوية الذي يتطلب فعلا عناية أهم، وهم ضمن الخطر. لكن أمراض الربو خاصة وأمراض الحساسية وأمراض الانسداد الجيوب التحسسية وغيرها من الأمراض اللي أساسها تحسسي، كالربو حتى وإن كانت أمراض تسبب ضيق التنفس، فهي الآن كناحية علمية أتحدث، كناحية علمية ليست لا تسبب زيادة في الخطر على حاملها. يعني أنت عمرك 20 سنة، أنت فئتك من ناحية الخطورة هي حسب فئتك العمرية. وجود مرض الربو أو وجود الجيوب لن يشكل خطر إضافي عليك. لن يشكل خطر إضافي عليك. لكن إذا كنت عامل في القطاع العمومي في تركيا، فضمن القانون يحق لك إنك تأخذ الربور، إنك تأخذ تقرير. لكن بشكل عام لا يوجد خطورة، حتى أن هناك دراسة، لكن عدد المرضى اللي فيها قليل، دراسة تقول أن أمراض مرضى الربو هناك عندهم نقصان في الخطورة، حتى أن الخطورة عليهم كيف أقل. ماذا تعني بنقصان؟ يعني الخطورة أن يصابوا بكورونا أقل من غيرهم؟ ليست الإصابة، وإنما نحن نتحدث الإصابة بين الفئات العمرية. تمام. باستثناء الأطفال لا تختلف. أنا أتحدث عن خطورة المرض نفسه. تمام. الإصابة بالمرض، فاحتمالية أن يتحول المرض إلى مرض خطير أو يسبب الوفاة، فهذا بشكل عام لا زيادة في الخطر على مرضى الربو، حتى أن كما ذكرت أن هناك دراسة واحدة لا تفيد يقينا، لكن إشارة إلى أن هؤلاء يمكن أن يتخلصوا من المرض بشكل أسهل. هذا يمكن له علاقة بموضوع الحساسية. طيب دكتور، يعني هؤلاء في ضمن الظروف الحالية هل يستطيع ممارسة عملهم بشكل طبيعي، ينطلق إلى العمل؟ الآن هناك قضية علمية في الموضوع، وهناك القضية الإدارية في الموضوع. نحن بشكل عام ووجهة نظرنا كأطباء ومن ناحية علمية، نحن ننصح الجميع في حال القدرة على هذا الموضوع أن يتجنب الذهاب إلى الأماكن التجمعات الكبيرة، أن يتجنب استخدام وسائل التنقل، أن يتجنب الذهاب إلى أماكن العمل التي يتطلب فيها التواصل مع كثير من البشر. هذا من الناحية العلمية. طبعا ننصح الجميع من لديه القدرة على هذا الموضوع ومن لديه الإمكانيات ومجال عمله يسمح له أن يمارسه من خلال بيته عن طريق الإنترنت، عن طريق الأونلاين، فنحن ننصح به أن لا يذهب. هذا الخطورة طبعا ليست فقط بالذهاب إلى العمل، لكن الناحية الإدارية مختلفة جدا. هذا يتطلب قرار
من وزارة الصحة ومن وزارة العمل، بناء عليه ستعطي الإذن للجميع بالجلوس في البيت، لكن بدون ذلك لا نستطيع الكلام عن هذا الموضوع. طيب. لكن كما ذكرت مرضى الربو ليسوا ضمن الفئات المعرضة للخطر كما قلت. طيب أستاذ الكريم، يعني الأشخاص اللي عم يروحوا يشتغلوا بالأعمال الورش اللي هم قد يكونوا في الخياطة في المعامل وعندهم هذه يعني هذا المرض الآن، يعني سمعنا للأسف بأنه العديد يعني لا يتخذ إجراءات وقائية كما يجب يعني أصحاب العمل. طيب إذا كان هذا الشخص مضطر أن يذهب من أجل عمل، ما هي النصائح التي ممكن أن يعني تسديها له بحيث أنه يدير باله على حاله قدر المستطاع، يعني لا ينقطع عن العمل وبذات الوقت يتخذ أكبر إجراءات حماية علما بأنه في عنده مشكلة ربو أو غيره؟ نعم. أولا القضية المهمة جدا في هذه الفترة، أي شخص تظهر عليه أعراض للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، يعني الكحة، الحرارة، العطس المستمر، سيلان الأنف، وجع الحلق، جميع هذه الأعراض مباشرة النصيحة أن رب العمل يعطي هذا الشخص إذن، بغض النظر عن الموضوع أنه كورونا أو غير كورونا، هذا الشخص لازم يأخذ إذن ويقعد في البيت، هذه قضية مهمة. طيب. وأنت كشخص تعمل في ذلك المكان يجب أن تكون على وعي أنه إذا كان صاحبك في العمل لديه هذه الأعراض أن تنبهه وتنبه رب عملك أنه يجب أن يذهب إلى البيت ليستريح، هذه قضية أولى. نعم. القضية الثانية والمهمة جدا في هذه الفترة، النصيحة الأهم التي أسديها للجميع أنه كل من حولك اعتبره مريض كورونا، كما قال وزير الصحة بالأمس. نعم. كل من حولك اعتبره مريض كورونا واعتبر نفسك مريض كورونا، تعاملك على هذا الأساس سنعتبر أن الشخص الذي تتكلم معه، الشخص الذي تجاوره في طاولة عملك أو تجاوره في طاولة تناولك للطعام اعتبره مريض كورونا، واعتبر نفسك أنت أيضا مريض كورونا. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني؟ يعني هذا أنك قدر الإمكان تبعد عن الشخص الآخر، لا تلتصق، لا تهمس في أذنه، استخدام التواصل عن طريق الهاتف أو عن طريق السيستم إذا كان سيستم موجود، يعني سيستم معلوماتي موجود في المكان الذي تعمل فيه، أن يتم التواصل عن طريق السيستم أفضل من التواصل الشخصي مباشرة. في داخل الأماكن المغلقة استخدم الكمامة الطبية البسيطة، الكمامة الطبية البسيطة استخدمها دائما، اخرج إلى الهواء إلى المتنفس قدر الإمكان، يعني بشكل مستمر ودائم أخرج إلى الأماكن الخارجية، طبعا لا تخرج إلى الأماكن التي يتم فيها الدخان طبعا. نعم. الناس اللي بيشتغلوا في الأماكن المسكرة صحيح. بشكل عام بيطلعوا يدخنوا، فأنت بدك تروح في مكان بعيد عن أماكن التدخين. تهوئة المكان الذي تعمل فيه مهم جدا جدا، تهوئة الأماكن الذي تعمل فيه مهم جدا جدا. هنا في تركيا القانون أن فترة الظهر يذهب الجميع إلى تناول الطعام في الكافيتيريا المخصصة صحيح. لمكان العمل صحيح. فهذه يجب أن يتم التنبيه على أن الجميع لا يذهبوا في نفس الفترة، لا يكون لا يحدث ازدحام في أماكن التناول الطعام للعاملين. وإذا كان في إمكانية أنه كل واحد يأخذ أكله ويطلع برا، ما يقعد في أماكن التناول الطعام المشترك، فهذا تصرف راح يكون أفضل وأفضل. القضية الثالثة التي ننصح بها في مكان عملك إنه يكون هناك لديك زي ولباس خاص في مكان العمل، حتى الحذاء يكون في مكان عملك مختلف عن الحذاء اللي راح تروح فيه أو تيجي فيه الصبح، يعني لما تروح على البيت بتحاول تغير الملابس اللي عليك، ننصح بهذه الأمور. كل ما لمست شغلة ليست لك أو بعيدة عنك اغسل إيدك قدر الإمكان، نظف مكان عملك بالمعقمات البسيطة، هذا ما ننصح به في داخل أماكن العمل. طبعا الذهاب إلى العمل والمجيء من العمل هي قضية أهم، إذا كنت تستخدم وسائل التنقل العام فاستخدم الكمامة الطبية البسيطة قدر الإمكان، ليكون الباص أو المترو أو القطار
الذي تستخدمهم انه الشبابيك تفتح بشكل دوري. شكرا جزيلا دكتور أسامة أبو زينة اختصاصي الأمراض الصدرية على هذه شكراً. النصائح لفئة العمال. شكرا مرة أخرى، حياك الله سيدي. شكرا لك، حياكم الله.